يقول: يا شيخ، ذنوبي أهلكتني، فماذا أفعل؟ وشكرا جزيلا. تب إلى الله من ذنوبك وتذكر الموت قد تكون في هذا المجلس ولا تخرج منه، فاجعل هذا المجلس مجلس بركة. تب واعزم على أنك لا تعود، واعرف أن هذه الذنوب ستهلكك كما قلت، فمن سينفعك ومن سيخلصك من الله؟ إلا أن يتجاوز الله عنك برحمته، وإلا فالذنوب تهلكك في الدنيا وتهلكك في الآخرة، لكن التوبة ينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتقبل على الطاعة وأنت منشرح. هذه المعاصي التي تقع فيها، ما هي الأسباب؟ انظر النظر في أسباب المعاصي. بعضهم ابتلي بهذه الجوالات، ابتعد عن الجوال. بعضهم ابتلي بالنساء والتواصل مع النساء، اقطع التواصل، كن شجاعا قويا، لأن سبب المعاصي هي التي تؤدي إليها، وأنت عندك ضعف، ضعيف، تستسلم وتنقاد. فحارب هذا الضعف، وقبل ذلك حارب أسباب المعاصي.